سالفة؟ الو الو الاجهزة لا 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 لا, لا تكفى لا وشاها لا تكفى هكر والله هكر حتى الشاشات الو وش اللي صاير من البي سي اللي راح فيه مشروع تخريب فيه مشروع تخريب لا تقولي تكفى بروح ادفع الشاشه من جديد لا 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 ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا بي سيات تنسرق شاشات تخرب قاعدين نتعرض للتهكير حسبي الله ونعم الوكيل بكره نلقى لها حل لازم نسوي ايه لازم نجيب الحمايه تحمينا من الهكرز هذه واحده من الاولويات اصلا شركه حمايه للبي سيات البلاي ستيشن البي سي كل اجهزتنا حتى السيستم يلا خلينا نسكر بس المحل حقنا عشان ما حد يجي محلنا مهكور محلنا مهكور الله يعين سهل بس توكلنا على الله مساكم الله بالخير جميعا امس تعرضنا للتهكير تهكر المقهى حقنا مقهى اسمز الالعاب للاسف واليوم باذن الله بيكون هدفي اني اوفر حمايه الاجهزه الزيادات في هذه الحلقه او حتى الان الى يومنا هذا للاسف الشديد ما هي كثيره انتم عودتوني على 16000 23000 30800 للاسف هذه الحلقه ما زدنا الا 9340 مشترك فقط يا جماعه ورانا اشياء كثيره ورانا البار ورانا حق الدركسون وكلها اشياء غاليه مره ورانا وعندنا فواتير اليوم لازم نسدد الفواتير عشان نقدر نكمل ولا بينقطع علينا النت وبينقطع علينا الكهرب هذه فاتوره النت ب 450 ريال يلا نسدد شو نسوي وهذه فاتورة الكهرب 670 ريال كهرب مرة مكلف لأن في أجهزة كثيرة إضاءات إلى آخره تمت الحمد لله هذه خسائر لابد منها من المهام الأساسية اللي بسويها في هذه الحلقة إن شاء الله نجيب لوحة بإذن الله وإن شاء الله أنها ما تطول أبجيب اللوحة اللي تطلع نور هذيك النيون فمشينا نروح المحلات وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخلصونها في أقرب وقت ممكن بإذن الله لقيت محلات دعاية وإعلان كيف حالكم تمام عندي لوحة ودي أسويها بالنيون تسوون بالنيون لا تكفى الله يعطيك العافيه شكرا حبيبنا ما قصرت شكرا لك مع السلامه للاسف الشديد ما عندهم النيون ما يسوون الا الاشياء العاديه خروح محل ثاني في محل ثاني هناك خروح له السلام عليكم في حاجه زي كذا لكن بتكون والله حلوه هذه اللي في بالي يا جماعه هذه اللي في بالي ان تكون فيها كذا وتكتب بالعربي نقدر يا جماعه نكتب مقهى وسيمز الالعاب والله حلوه والالوان هل لازم لون موحد؟ هذه الالوان ما شاء الله هذه اللي نبغاها بالضبط يا جماعه هذه كم تاخذ وقت لو نبدا نشتغل عليها ابغاها تكون هنا كنترولر عرفتها حقه اليد حقه البلاي ستيشن دراعات البلاي ستيشن خذ دراعات بلاي ستيشن الاكريليك اللي في النهايه يكون بالطريقه هذه ويكون في زي الشنكار هنا وشنكار هنا عشان تتعلق ممتاز الله يعطيك العافيه تكون لوحه خرافيه بتعجبكم بعد يومين او ثلاث ايام نستلمها الحين جينا محل ملابس راح نشتري تيشيرتات لونها اسود ونحط بالتطريز مقهى اسمز الالعاب في الوان كثيره بس انا مركز على الاسود هذا اسود حلو ولكن في رسمه في اسود انا ابغى اسود ساده هذا اسود بس انه مو بساده شوفوا في رسمه ما ينفع لقينا ساده هذا كحلي وهذا اسود هذا رهيب اسود ساده نصير نطرز عليه هنا مقهى اسمز الالعاب كيف اقدر اخدمك طبعا بنجيب اكثر من مقاس بنجيب لارج اكس لارج سمول ميديوم عشان الموظفين ما ادري الموظفين حقينا وش مقاساتهم عطنا واحد سمول وهذا ميديوم وهذا لارج وهذا اكس لارج كل المقاسات جبناها ادري من الاخمين وش السالفه ريان وش قاعد يصير هنا فيه اعاده تهيئه المكان حقنا لا تشيلون هم لا تخافون ترى ما سرقنا الحمد لله اليوم في اخبار ساره جدا في اشياء اعرفها وفي اشياء ما اعرفها بنعرفها ان شاء الله في الحلقه الجايه لكن ما سرقنا حاب ابشركم ترى ما سرقنا سالتكم الحلقه الماضيه وقلت لكم هل تبغون نغير الجيمنج كونسل البلاي ستيشن 5 نغيره الى جلسه كنب والكل وافق كلكم ايدتوا قلتوا احسن من تسافر طاوله البي سي فاعدنا التهيئه بيكون ان شاء الله في 2 بلاي ستيشن 5 هنا والبي سيات بتكون على الجوانب في النص المتحف وطاوله الميني جيمز محيوسين شويه تشوفون هنا اشغال الدنيا قاعدين نسويها قاعدين نركب البي سيات قاعدين نسنحها فاعطونا وقت وبنعلمكم كل التفاصيل في اشياء كثيره صارت بنعلمكم كل التكلفه وش الاخبار الساره اصبروا لنا شوي بس نخلص ترتيب ونرجع لكم 2 hours later خلوني اوريكم حاليا مغلق بنفتح بعد شوي لكن اول شيء بعلمكم اخر تحديث هذا ابشركم زي ما شفتوا بدايه الحلقه اتفقنا مع شركه بتجيب لنا لوحه ان شاء الله افضل من كذا في رسائل كثيره هنا كله بيقول اشتراك احبك اسمك فاللي ما اشترك يشترك الان قلت لكم قبل فتره سموها لنا فجتني اسماء كثيره كلها حلوه بس قررنا نسميها بينكي فهذه النبته اسمها بينكي خلاص معنا طول السلسله تمام تعالوا اوريكم الاشياء الجديده اهلا وسهلا فيكم في مقهى اسمز الالعاب بعد التحديثات الجديده يا جماعه انا جدا فخور بالاشياء الجديده اللي سويناها اللهم لك الحمد هذه نظره كامله على المكان حقنا طيب ريان علمنا انت ايش سويت وش هذه الاغراض كلها ليه هناك في 3 بي سي هنا في بلاي ستيشن وش السالفه انا سالتكم عن البلاي ستيشنات وفعلا حطينا تكه بلاي ستيشن بس قبل اول شيء طاوله الميني جيمز هنا نلعب بلوت كيرمز اسهم هذه اللعبه جينجا كل شيء سويناه هنا
بايش؟ بطاوله افضل من الطاوله السابقه. الطاوله هذه سوينا لها ابجريد ب 1000 ريال، نقيناها وشرينا هذه الطاوله الافضل، وتعتبر ابجريد صراحه وترقيه عن الطاوله السابقه. طيب المتحف، المتحف نفس ما هو، ما غيرنا مكانه وسيبقى معنا باذن الله، هو والماوس باد الاسطوري بيبقى معنا ان شاء الله الى نهايه السلسله. طيب ريان، احنا نعرف ان السيت اب حقك اللي قبل في بي سيين، شلون فجاه صارت اربع بي سيات، اثنين يمين اثنين يسار؟ البي سيين هذه كانت عندنا من اول ما تغير شيء، لكن ريان ايش وضع البي سيين هذه؟ تدرون يا جماعه هذه البي سيين اقسم بالله ما دفعت فيهم ريال واحد. وشلون؟ طيب تستهبل عين ريان، سعر الجهاز ب 20000، شلون جبته؟ ابشركم في راعي في السلسله، اصفق لنفسي، كله فضل الله ثم فضلكم انتم. راعي بالسلسله من هو؟ ما اعرف، بعرف ان شاء الله في الحلقه الجايه بنقابلهم، بس حاليا وفروا لي بي سيين، مو بس بي سيين، وفروا لي برضو بلاي ستيشن جديد، وهذا البلاي ستيشن القديم عندنا، لكن سوينا صراحه ابجريد للجلسات. الجلسات هذه كانت طاوله عاديه، سوينا ابجريد لهذه الجلسه، حطينا كنبه، كنبه يمين كنبه يسار، وايضا طاولات وشاشه بالفي ار. شوف الفي ار، شوف الفي ار يا حبيبنا، يعني صدق الحين جيمنج سنتر متكامل في كل الاشياء، تشوفون كل شيء هنا موجود، اللهم لك الحمد. الان قبل ما نسوي الافتتاح خلونا ناخذ اسماء المتفاعلين. سالم البريكي، ام شكرا يا ام، ما قصرت يا حبيبنا. زياد جيمر 29، شكرا يا زياد ما قصرت. اخر متفاعل معنا او سي ام زد اوسيمز 10 ام، شكرا يا اوسيمز، شكرا يا 10 ام، الله يسعدكم، شكرا على التفاعل الحلقات الماضيه. اذا تبغى تطلع معنا في التفاعلين خليك متفاعل في كل السوشيال ميديا، انستغرام، تويتر، سناب شات، يوتيوب، بكل مكان، بكل مكان خليك متفاعل، ان شاء الله تطلع معنا في جدار المتفاعلين. بخصوص الهدف يا جماعه، اللهم لك الحمد، كل ما لنا نقرب 8 مليون كله فضل الله ثم فضل دعمكم، انتم اللي بتنجحون السلسله، وانتم اذا اشتركتوا راح نوصل ان شاء الله 8 مليون. اليوم صحيت على 17500 مشترك، ايش معناته؟ معناته 17500 ريال حاليا، 21%، تخيل يا جماعة النسبة 21%، والله مرك زادت صارت 22%، اللهم لك الحمد، أنتم اللي بتخلونا نوصل إن شاء الله إلى 100%، فاشتركوا، اللي ما اشترك يشترك الآن. مبسوط جدا 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 بهذه التكية، تكية خرافية. شوف تدرون يا جماعة، أنا اليوم من أهداف الأشياء اللي بسويها اليوم أني بتصل على محقق، محقق هذا جاني رقمه، أبتصل عليه أبقابله، محقق أسطوري، أفضل من شيرلوك هومز، تعرفون شيرلوك هومز صح؟ أفضل من مونك، أفضل من كل المحققين، محقق عنده عقل، إن شاء الله عاد ما ينزخنا بالسعر، الله يستر، الله يستر، أبتصل عليه، ندق عليه، بسم الله. ألو؟ ها؟ قال نبي نقابله هنا، في هذا السيب، المفروض إن نحصله هنا. هلا يا مرحبا، هلا بالمحقق الكبير، يا مرحبا. هلا والله. شو أخبارك؟ طيبين؟ أهلا وسهلا. شفت النفسية؟ بعطيك نفس اتفاقنا، عقب الشغل الفلوس، عقب الشغل احقق واتعب وحتى فلوس بيجيك، فلوس ما عليك بيجيك فلوس. شو داخل على طول مع ذا؟ تفضل تفضل. ايش جبت لو سمحت؟ وين ال قدام شوي؟ كل المشكلة الحين سم، انا تعرضت، انا من اول احس اني مستهدف يا ابو عابد، انت انسان ما شاء الله فاهم في عقلك ما شاء الله، الله يخليك، الله يخليك، فهمت كبير. ترى انا بالساعة بالدقيقة بالدقيقة؟ بالدقيقة احسن. لا احنا متفقين على السعر، 10 دقائق، ربع ساعة، متفقين على السعر، متفقين، بس اذا زاد لا تكفى. اسمح لي، لا تكفى، اسمح لي، انت تبي تمسك ال، والله انك صادق، والله والله انك صادق. اول شيء هنا ايه؟ انت وش مكانك اصلا؟ هنا قدام مقهى اسمز الالعاب. ابو عابد خليني اشرح لك. طيب وش السالفه؟ وش السالفه ما شاء الله؟ طيب يا طويل العمر، هذا المقهى حقي، يا حول ولا قوه الا بالله، ذا لازم نحاول نصير مثله. تفضل. والله شكل عندك حاسه، ترى هنا البي سي انسرق، هنا هنا بالضبط. تبي الحاسه هذه تزود؟ والله يا ليت، انا ابغى اقبض على المجرم. انا ما صحصح الا بقهوه بي 60 اثيوبي، لو سمحت جيب لي قهوه عشان ابدا. ايش دخل دي انا بدفع لك، بدفع لك حق التحقيق. قهوه وبعدين ابدا التحقيق. وش دخلني بالقهوه؟ طيب رحت قهوه. دخل اي مخي عشان ابدا التحقيق، تبي ابدا الحين؟ ما معك سياره؟ ما جيت وانت متقهوي يعني؟ لو سمحت قهوه. والله ذا الا قهوه، وش المحقق؟ قهوه قهوه، نروح نجيب له قهوه، شو نسوي؟ كيف حالك؟ طيبين؟ حبيبنا عندك بي 60؟ عندك محصول اثيوبي؟ لا عندنا سلفادور. سلفادور مبداري، مبداري، عطنا عطنا اللي تبي، عطنا اللي تبي، بالله واحد تكفى، الله لهيني مبداري، مسوي محنكين اثيوبي اكوادوري، والله استغفر الله ما بحالف، بس مبداري. نال القهوه حقتها، عندي فكره حلوه، عندي فكره حلوه، اسممها؟ لا لا لا، اوكي محقق شرير، محقق فاسد، لكن عادي عادي. تكي على جواله، طقطق على جوالك انت، وين التحقيق؟ وين ال، اقسم بالله العظيم سم، انك ما تستاهل سم. طيب حققنا بالموضوع الحين، او لازم مخمخ يا اخي، حقين القهوه المقطره. متاكد اثيوبي؟ اثيوبي الا اثيوبي. ورني ورني الكاميرات، الله الله الكاميرات موجوده.
موجودة الكاميرا. بسم الله. شوف كيف دخل؟ شوف ناصي البي سي كأنه عارف ان هذا اول بي سي. وشو انا شايف النعال هذا؟ في النعال غريبه ذي. هو نعال غريب ايه، وشخص بنفس الملامح كذا. وش فيه طيب؟ وانا داخل قبل شوي، وانا جايك لحين، وانا داخل وطالع موجود. ومشى مشى 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 بلحق عليه. مشى عليه. بلحق عليه. تكفى تكفى والله صدق ما مك راح بالله راح. مشى مشى طالع نفسه نفسه بالضبط. النعال دي مو بغريبه والله، انها مو بغريبه تصدق. مو بغريبه. طيب تكفى طلع لي هويته، انا ابغاه. حاول تعرف تكفى ايش تبي يا اخوي. احنا بيننا اتفاق، بعطيك حقك. شوف محقق على عيني وراسي، وتعرف اشياء ما نعرفها، وعندك ما شاء الله ذهن مفتح، لكن ما تستغل غيرك يا اخي الغالي. اسمع اذا تحتاج مساعده مساعده ولا شيء. استاذ ريان هلا حبيبنا. ابشرك لقيته. عرفت هويته؟ عرفته. شخص طلع معك بالسوبر ماركت، بعد بالسلسله هذه. طلع معك بالسوبر ماركت؟ ايه طلع بالسلسلة هذه. انا رجعت شفت كل، يعني واحد متابعيني؟ نعم خسي. نعم متابعيني. انا شفت الحلقات كلها وحددت هويته، كان لابس نفس النعال. طلعته من النعال. النعال هي اللي فقدته. مستحيله. برسل لك قبل. ايه ابى اسدد لك والله. بدفع لك والله. الروابط. انا تبي روابط الحلقات؟ تكفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 540 ريال. 540 على ايش؟ 540 على ايش؟ عشان اعطيك الروابط، النتيجه، نتيجه التحقيق. اقسم بالله استغلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. كم حسابك؟ 540 ريال. 510 20 30 40 540. سم وانا والله العظيم كثير يا ابو. تكفى خاصهم شيء. اقول اخلص بس اقول بعطيك اياها والله. اعطيك اياها. كم حساب؟ 540 540 510 20 530. سم والله ما تشمها حق القهوة. توكل الله توكل الله ولد. توكل الله توكل الله. بسم الله. يلا شوي 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 تركين. خلاص مستركين. يلا تفضلوا بشويش 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 بشويش. بنصور معكم، بنلعب معكم كل شيء. تفضلوا. طبعا واثق المتابعين مليون بالمئة انهم مشتركين. الموظفين لابد منهم، نسوي معهم مقابلات ونسوي توظيف لازم. يا جماعه والله زحمه اقسم بالله. هذا اول ما بديت فيه. بالضبط هذا هو. هذا متحف لا احد يلمسه. اي في ار. اي تبغون تلعبون في ار؟ خلاص نجيب موظفين نجيكم ان شاء الله. لكن اشتراك بسوي توسع ان شاء الله وناخذ مكان اكبر من هذا، لان ما شاء الله. سؤال شحاط كود ايش؟ كافو. حياكم الله في مكتب اوسمس. بس هذا المكتب مؤقت. ليش؟ ليش انا عندي المكتب ها؟ ابغى اوظف موظفين. في رواتب، في عدد ساعات عمل، في بونصات، في اشياء كثيره لازم اهتم فيها في هذا المكتب، لازم اخلص اموري في هذا المكتب. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم التخطيط. اول شيء مقابله المتقدمين للوظيفه، هذا اول شيء. ولا احد يعيب على الخط لاني ما اعرف اكتب على السبوره، على اساس اعرف اكتب في الاوراق. حتى خطي هناك سيء بس ما عليه. اثنين، ما عندي شيء ثاني اسويه، بس بقابلهم وبختار الكويس منهم وبسم الله نبدا نوظفهم. وش نسوي؟ ما عندي شيء ثاني. مشينا. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. تفضل عبد الله. عبد الله انا اول ما طلعت الوظيفه اول شخص تقدم انت. ايش السالفه؟ العمل هذا صراحه انا احبه يعني وعندي خبره عاليه فيه. اوكي ممتاز. عبد الله كيف تعاملك مع الزباين؟ استقبالك لهم؟ اقدمهم على اللي هم يحتاجونه واكون حولهم في المنطقه. طبعا تعرف النظام. وش النظام؟ النظام المشترك يلعب مجانا. يا سلام. المشترك يدفع. يا سلام عليك. تقعد في الريسبشن امورك طيبه ان شاء الله. ممتاز عبد الله. كم الراتب المتوقع؟ 2500 3000. 2500 3000 في الشهر. طيب عبد الله شوف احنا تونا بادين، احنا نقدر نوفر لك 1500 ريال شهريا حاليا، فيها بونصات. في 500 ريال بونص اذا كانت تقييماتك عاليه، فيها ايضا 500 ريال بونص اذا ما تغيبت ولا يوم عن الدوام. هذا العرض اللي اقدر اوفره لك. ما في مشكله ان شاء الله. ما عندك مشكله؟ ما عندي مشكله. ممتاز. توكلنا على الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله. حياك الله معنا في مقهى اسمز للالعاب. هذا التيشيرت حقك وبالتوفيق يا حبيبنا ولبس العافيه. الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا سعود. حياك الله. كيف حالك؟ تفضل. سعود أنا شفت في السي في حقك ما شاء الله تبارك الرحمن لك علاقة وخبرة كبيرة في أي مشكلة تقنية. أنت صحيح. ما شاء الله يعني قد اشتغلت قبل؟ وش خبراتك سابقا؟ أنا خبراتي اشتغلت بفوف وأنا سايبر سكيورتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوه تفيدنا كثير سعود. صارت لنا مشكلة قبل فترة تهكرت أجهزتنا كاملة. أقدر أطلع من سيرفرات الشبكة وأطلع مني هكر. بالله. نعم صحيح. سعود ممكن يكون عندك ترى وظيفة مزدوجة. ممكن تكون عندنا في خدمة العملاء غربان عنده شيء، تعدل له شيء، في نفس الوقت بنحتاجه مور سايبر سكيورتي. كم الراتب المتوقع؟ اتوقع 4000. 4000. شوف يا سعود، أنا أقدر أقدم لك 3000 شهرياً، ولكن عندك بونصات 500 ريال على أي ثغرة تكتشفها وتعالجها، و500 ريال إذا ما تغيبت ولا يوم. توكلنا على الله. توكلنا على الله. متى وقع العقد؟ الآن وقع العقد. شوف 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 شوف. مقهى أوسمز الألعاب.
فخامة ومن ورا شوفوا ask me إذا في أي مشكلة أو أي سؤال اسألني. حاضرين في الخدمة مشينا. الفريق الأسطوري اللي بإذن الله بياخذ مقهى أسمز الألعاب إلى القمة. أفضل مقهى ألعاب في العالم صح ولا لا؟ صح بإذن الله. يلا توكلنا على الله. عندك كراش؟ اسمع كرشت اللعبة عندهم. اختار لك هلال؟ أنت هلالي أسطورتي أقسم بالله. زبطناهم مشينا. طبعا هذا موظف نخصم عليه. الموظف قاعد يلعب. ليش قاعد تلعب؟ قاعد أضبط. إيه يلا سامحناك سامحناك. الأسطورة هذا شو ورر الكاميرا ورر الكاميرا. تم الاشتراك معناتها ريال زيادة. اشتركوا كل اشتراك عليه ريال. اشتركوا. خلصنا اليوم يوم جدا متعب وعلى فكرة من كثر الزحمة تبارك الرحمن نسيت أقول لكم جهاز جديد تابلت. هذا التابلت بينقلنا نقلة نوعية في الجيمينج سنتر حقنا. نقدر نتحكم بالأجهزة أي جهاز. واحد خلص عنده ساعة لعب مجانا خلص نطفيه عليه ونشغل عليه من جديد أو نسمح لشخص ثاني بالتابلت هذا بإذن الله. وبرضو هذا التابلت أبحمل إن شاء الله فيه تطبيقات كيرير ديزاين. لو بحط بي سي طبي بضيق على المدخل هنا. فكل هذه إن شاء الله بحلها بإيش؟ بحلها تابلت الجديد. شكرا على الجية وشكرا على الـ 22% وكل مالنا نقرب. اللهم لك الحمد. فاشتركوا اشتركوا اشتركوا عشان نشتري أجهزة صل هدف في أسرع وقت ممكن. أبغاكم في الكومنتات تعطوني اقتراحاتكم. وش الأشياء اللي أعدلها؟ وش الأشياء اللي أزيدها؟ وش الأشياء أضيفها؟ كيف خطوة توظيف الموظفين الجدد؟ خطوة جدا جبارة لأن ما شاء الله زحمة 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 مو طبيعية. كنت أنتظر رسالة من أبو عابد ما أمداني من كثر الزحمة. لكن بنشيك الحين إذا هو أرسلها ولا لا. أي والله أرسلها. أرسلها من قريب بعد. لا طعن من الذين وأنا دافع له في وقتها. ندخل الواتس من الكمبيوتر. هذا الرابط الأول. أبي أعرف بس هو يقول إنه طلع معك في السوبر ماركت وطلع معك في مقهى الألعاب. أنا أعرفهم اللي يطلعوا معي في مقهى قليلين مرة قليلين. ما أذكرنا في واحد نفس المواصفات هذه إنه طويل وضخم ولابس ثوب ونعال. نعال غريبة. أنا بعد أتذكرها ما أدري ليه. أحس في واحد قد جاء. هذا الرابط. بسم الله يا رب. الله يستر بس. مستحيل. معقولة؟ نشوف الرابط الثاني كمان. مستحيل مستحيل. قبعة تلقى ايش ذا أعز متابعيني. ندخل الرابط الثاني. حتى الرابط الثاني غلطان شكله أبو عابد بالدقايق. ثاني شيء. والله حاط لي نفس الدقايق. معقولة؟ معقولة قبعة القش؟ والله استحالة. النعال هذه الله يكرمكم يكرم السامعين. أنا قد شفتها قبل بس وين؟ والله ما أدري حتى أنا قد شفتها. أنا أتأكد هو جانا الحلقة ذيك. نشوف أشيك على المقاطع اللي حتى ما منتجتها ما منتجناها. هذا هو الحين بيدخل علي قبعة القش. إلا والله نفس النعال. والله قبعة القش. قبعة القش هو الحرامي. ليه ليه ليه؟ أعز متابعيني شارك فعاليات جانا في سوبر ماركت جانا هنا في محاكم مقهى الألعاب. كيف 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 يسمح لك إنك تجي تسرقنا؟ أقسم بالله ماني مصدق حتى الآن. والله ماني مصدق. أبدور بدور له عذر. مستحيل هو مشكلة نفس المواصفات نفس النعال. الله يكرمكم نعال مميزة شوي. والله صدمة يعني توقعتها من أي واحد إلا من قبعة القش. بس والله جابه. والله جابه أبو عابد. تحقيق صحيح تحقيق بالملي. وشو بعد رسالة من واحد مجهول. عندي لك إخبار. تعال قابلني في هذا اللوكيشن. مين هذا؟ أنونيمس تعرفه؟ بلا شيك على الرقم لا يكون نفس الرقم اللي أرسلنا قبل. إذا هو نفس الرقم ترى يمكن كاكا. تمام. 921 نفسه؟ نفسه. خسي. والله نفسه. والله نفسه. مشينا 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 نقابل مشينا نقابل كاكا. أرسل اللوكيشن بنقابله.